مش ممكن اقطع حضرتك هنا في النقطه فندم. دي تحديدا، لانه الاسئله كثيره على الدعم المادي. يعني ناس بتقول، وده على السوشيال ميديا، وانت حضرتك عارف السوشيال ميديا دلوقتي ودورها الكبير في الحياه في مصر. يعني السوشيال ميديا دايما لما بنيجي نتكلم بنلاقي ناس تقول لك يعني اتصرف كتير جدا من وجهه نظرهم، ولكن في الاخر انت خدت 6 ميداليات. احنا طبعا كرياضيين عارفين يعني ايه 6 ميداليات في اللجنه في البطوله الاولمبيه. هايل هايل. ولكن عايزين نقول للناس ايه المصاريف الكتيره قوي اللي اتصرفت، وفي نفس الوقت هل هي مصاريف كتيره ولا ده الطبيعي ولا اقل من الطبيعي ولا ايه؟ طب هايل جدا. هو اما نيجي نتكلم مصاريف كتيره، يعني ايه مصاريف كتيره؟ يعني يعني اعتقد 130 220 حاجه في خلال ال3 سنوات اللي فاتت. 220 على 29 اتحاد. 29 اتحاد. اتحاد 29 اتحاد اولمبي. ف 229 على 29 فهتطلعها احسبها على 36 شهر تطلع حوالي 6 مليون وشويه. يعني هتوصل، يعني لما تحسب 220 على 3 سنين على 29 اتحاد هتلاقي كل اتحاد بيصرف رقم مش هتتخيله في الشهر. حاجة بسيطة جدا. حاجة بسيطة طبعا. لكن هم اللي عملوا طلبوا الحاجات دي وقاموا بيها. تمام. طب الناس اللي بتقول كتير. أيوة. الرقم كبير، الرقم الكبير ده، الفلوس اللي اتاخدت ده، يعني احنا بنتكلم على 220 مليون في 3 سنوات على 29 اتحاد. لو بكالكوليشنز بس انا يعني حاولوا يا جماعه تعملوها لنا. مش هنلحق. رقم يعني قليل. يعني هم اللي طلبوا الناس وده تمام. ما جدا هو مطلوب يعني. عليه ماشي تمام جدا. طيب الرقم ده كان لايه؟ لمشاركه في بطولات. كان في كام بطوله في الفتره دي ال3 سنوات؟ بطولات دوليه. كان في دوره العاب افريقيه في المغرب واخدنا فيها ميداليات واحنا الاول فيها. تمام. دوره بحر متوسط حققنا نتائج عاليه جدا جدا فيها. فيها دورات كانت لتاهل للاولمبياد. يعني الفلوس اللي اتاخدت اتدخلت لمشاركات في بطولات وتم فيها تحقيق نتائج. اوكي. فيبقى الارقام واللي اتصرفت صرفت في محلها للاتحادات اللي شاركت بيها في بطولاتها للتأهل أو للبطولات. كان لازم البطولات دي نشترك فيها؟ طبعا كان لازم نشترك فيها. بطولة ألعاب الأفريقية ما ينفعش ما نشتركش فيها. بطولة بحر المتوسط ما ينفعش ما نشتركش في بطولة بحر المتوسط. بطولات الاتحادات الدولية، الاتحادات المحلية اللي كانت بتشارك، الاتحادات المصرية اللي كانت بتشارك في بطولات عالمية وكأسات عالم وبطولات عالم، شاركوا وحققوا ميداليات وحققوا أحلام. يبقى الفلوس اللي صرفت جابت اهدافها ووصلت للتاهل. هم 2.5 مليون لكل اتحاد في السنه. هايل. في الشهر بقى توصل. شوفوا لنا في الشهر يا شباب. شوفوا لنا في الشهر توصل قد ايه؟ هتلاقي 52,000 تقريبا او اكتر سنه. طب كل اتحاد فيه مثلا على الاقل يعني مثلا اتحاد السلاح عنده في مقاومته مثلا 25 لاعب في مينيمم 25 لاعب عنده العاب مختلفه وفرق وفردي والكلام ده. فهتلاقي الواحد 200 جنيه في 215,000 في الشهر لكل لاعب لو اتصرف عليه. طبعا ده حاجه رفل يعني، لكن في ال 220 دول اتصرف مثلا يعني جزء كبير منهم على فريق كره القدم. لا جزء لا لا لا, لا القدم لا ما انا مش بتكلم عن القدم. يعني انا بتكلم ان ممكن اتحاد يكون بيصرف اكتر من اتحاد تاني. تمام. ده قصدي. تمام. صح فعلا. فعلا مش لازم الكوره. لا لا حتى الكوره كمان لوحدها خالص خارج المنظومه. خارج ال 220 طبعا. طبعا مفيش ملهاش علاقه. الكوره بتصرف لوحدها. فحضرتك شايف ان المبالغ دي مبالغ طبيعيه؟ طبيعيه جدا وحققت المرجو منها. ايوه هي دي النقطه بقى. حققت واكتر كمان عشان ابقى منصف. طبعا طبعا طبعا.